الحصيله جوج ديال الوفيات وخمسه ديال الاشخاص تصابوا مشاو يتلقاو الاسعافات الاوليه، وكاين اصابه ديال العنصر ديال الوقايه المدنيه اصابات طفيفه، وباقيين ثلاثه تحت الانقاض راه نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يخرجوا سالمين للعائلات ديالهم. الاسباب لا زالت مسجوله. والحمد لله ملي جات ما جاتش في الليل اللي كانوا العمال غادي يكونوا واحد 30 و40 ديال الاشخاص، جات بالليل اللي كاين العمال قلال دوك المداومين ديال الليل. السلام عليكم. جوج ديال الوفيات لحد الساعه، جوج الوفيات شحال باقي؟ ثلاثه يعني تقريبا خمسه ديال الناس اللي كانوا خدامين في الليل. نعم، كانوا غير خمسه ديال الناس اللي كيشتغلوا ولا كانوا واحد؟ كاين خمسه وكاين جوج ديال الوفيات وكاين ثلاثه تحت الانقاض. يعني كاينين ناجين من هذه الفاجعه؟ خمسة كاين اللي الحالة ديالو خطيرة، كاين اللي الحالة ديالو مستقرة. توجهوا للمستشفى؟ مشاو للمستشفى. يعني تقريبا هنا شحال وقت؟ هادشي مع الوحدة ديال الليل. كنشكر السلطات المحلية كاملة على رأسهم السيد العامل اللي حاضر تا هو، وجا مع الوحدة ديال الليل وكلشي كان حاضر وكلشي كان متعبع. الباصات